عاينت المصالح المختصة في مكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني انتشاراً واسعاً لظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنت، حيث راح ضحيتها العديد من المواطنين. هذه الظاهرة التي تعتمد أساساً على الهندسة الاجتماعية يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلى طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من التوصل إلى أهدافهم الإجرامية. لذا وحرصاً منا على سلامتكم، يجب عليكم اتباع الخطوات التالية: عدم إرسال صور بطاقاتكم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وأي شخص يطلب هذه المعلومات هو حتماً محتال سيبراني. تجنب دفع ثمن السلع مسبقاً قبل الاستلام. عدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعدك بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون أو التوظيف عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.